ولد حير نروح عند البانان على 85000 70000 يروح عند الكونتور اللي جابه يروح يرده يدي له شويه ياكلوه ياكله ياكله عيب عليهم والله لا عيب. هذا سيد مولاي رمضان بانان 80000 70000 بغيت تستغنى والحمله اللي راهم دايرينها الشعب على هذا البانان. انا راني معاهم انا اخويا راني معاهم تلافا عيب والله لا عيب خويا. تقول الله في نفسكم البانان كان يدير ثامن ما كانش اللي كان يشريه عندنا حنا ما كانش اللي كان يشريه والله كان ثامن والله لا يفوت هاكا ما نشريهش. انا ما شريتش بهذه السومه انا هاي كان يدير ثامن كنت نشريه مثل ما قطعته اليومين هذا ولادي هاكا يشوفوا ما ياكلوش نورمال ما عنديش بروبليم. هذا البانان راه ب 80000 انا ما نشريهش يروح عند مولاه يكحل عند مولاه وياكله مولاه حنا ما عندناش راكم مغلين علينا البانان ب 80000 وردوه لمولاه ما تشروش يا الشعب ما تشروش البانان ب 80000 ردوه لمولاه ردوه لمولاه خلوه يكحل. وين غادي ناكلوها ولدي وين ناكلوها هذاك اللي نجيبها بانان نشريه بطاطا نشريه التمر 40000 نشريه طلب 20000 خير من كيلو بانان. هذا حدنا ولدي لا اله الا الله محمد رسول الله غلبنا ولدي. خويا البانان راه يدير 80000 حنا ما نشروش تشري الدجاج تشري اللحم وخلي البانان يضيع خليه كحال الا يدير على تشري انت دوك المسكين باش يحب بانان يدير صلاة دو فروي يقول لها 50000 لا ماشي نيشان. هذا خويا بانان خويا حنا نخلصوا 77000 انا نبيع خويا ب 80 حنا من يجي عندنا خويا كليون نقولوا له صدقوا نقولوا له ودي بلي انا خلصت 77 نبيعوا خويا ب 80 ما كاش لا غالب. شوفوا تجار كبار هم يدوا خويا 50 مليار ب 16 مليار يجيبوها خويا يحتكروها المسكين ماشي لحقها لا غالب. هذا ما هذا ما حنا رانا نجيبوا كرتون غادو حنا كنا نجيبوا اربعه نجيبوا خمسه رانا نجيبوا كرتون لا غالب. حنا كليون تاعنا ماذا بينا نبيعوا 35 نبيعوا 25 كاع الشعب ياكل بصح الله غالب. وين غادي ناكلوها ولدي وين ناكلوها هذاك اللي نجيبها بانا نشريه بطاطا نشريه التمر 40000 نشريه طلب 20000 خير من كيلو بانان. هذا حدنا ولدي لا اله الا الله محمد رسول الله غلبنا ولدي. خويا البانان راه يدير 80000 حنا ما نشروش تشري الدجاج تشري اللحم وخلي البانان يضيع خليه كحال الا يدير على تشري انت دوك المسكين باش يحب بانان يدير صلاة دو فروي يقول لها 50000 لا ماشي نيشان. هذا خويا بانان خويا حنا نخلصوا 77000 انا نبيع خويا ب 80 حنا من يجي عندنا خويا كليون نقولوا له صدقوا نقولوا له ودي بلي انا خلصوا 77 نبيع خويا ب 80 ما كاش لا غالب. شوفوا تجار كبار هم يدوا خويا 50 مليار ب 16 مليار يجيبوها خويا يحتكروها المسكين ماشي لحقها لا غالب. هذا ما هذا ما حنا رانا نجيبوا كرتون غادو حنا كنا نجيبوا اربعه نجيبوا خمسه رانا نجيبوا كرتون الله غالب. حنا كليون تاعنا ماذا بينا نبيعوا 35000 نبيعوا 25000 كاع الشعب ياكل بصح الله غالب. البانان ب 80000 عادي هذا الشعب راه غلي عليه وما يقطعش عليه وياكله ياكله كاع ب 100 ب 120 150 وياكله ما فيهاش الشعب كاع كيما هكا اللي من يقول لك البانان خليه يكحل والله ما يكحل والله غير ياكله الشعب ياكلها ب 80 وياكلها ب 100 وياكلها ب 120 بس ما يكحل والله ما يكحل. وبانان والله ما يهضروا عليه راه اليوم تراجل تقول 80 كاش كاع اللي يهضر عليه راه ياكله عادي روح تشوف مع الوحده الزوج تشوفهم يرفدوا نورمال مو البانان على ربع تحشيه يكمل البانان ويجي رايح للدار يقول شعب بعدين يقول لك 80 كاش واحد ريكلاما ما كاش ندير ريكلاما. اخويا البانان غالي ما جيبهش خليه يكحل عند مولاه راه غلا والله غالب خويا. البانان 80000 حنايا نشرو بطاطا ونشرو بنان، بنان غالي مش نشرو، ربحة بادية قاملوك 60000 70000، حنا عندي 3 فطوس ما نشريش بنان غالي، ما عندي ما ندير به، حنا ما خاصناش ما عندنا ما نديرو به البنان، خليه يكحل، يقيسه، يدود الله يسهل عليه، جيبوا لنا بطاطا، رخصوها لنا هذه هي. راك فاهمني عندك خويا هنا كيما هنا عندك، هنا يقعد لنا هنا عندك خويا، حنا خويا، حنا عندك خويا، هذا مخلصين خويا 73. كل يوم ما كانش خويا ما ياكلش كل يوم والله غالب عندك يقعد يكحل يكحل تنبيعو 35000 كيلو والله غالب خويا. هذه هي حنا رانا لا غالب حنا تجار صغار انا خالصو مع الشعب شعبي لا غالب ماشي نجم حنا ماناش نجمو انا خويا غادي نقاطعه باش يجيب اخويا يقعد يكحل كيما هكا خلي عند مولاه خير
انا يكحل عن مولاه خير خش بيخرج لي 77 خويا انا 77 الف خرجيش باش نبيع شعبي ب 80 ما نجيبش عليه خويا خلي عند تاجر كبير خير. واش باغي نقول خويا البانان بوك شبعه غادي نخلوه والله ما ناكلين هذا البانان خليه يكحل هذه هي خلي البانان خلي عند المونداتير اللي يعاود البيع ما يشريهش خاطرش المسكين ما ينجمش ياكله ما ينجمش يشريه. ثاني راك تشوفوا احنا ثاني بانان اليوم ما نجيبوش لا اليوم لا البارح لا غدوه ما غاديش نجيبو خاطرش اليوم اونكرو دار 75 توشة ميزانية كبيرة كاع 75 بانان شكون ياكلها فينا ما نجيبوش غادي نخلوه يكحل حملة خليه يكحل وخليه يدوب عند مولاه خليه يتصدى كيما نقولوا عند مولاه ما كاش اللي يجيبه وما كاش اللي غادي ياكل احنا اللي ناكلوه بانان ناكلوه لحم خملي ناكلوه بانان 75 سومة اللحم سومة الدجاج وسومة الزيت اللهم خليه يكحل حتى يكحل تاع بصا وما انا جايبينه. هذا البانان كنا نشروه غير 20000 22000 حتى لحق 65 70000 دوك المسكين ما يجيش ياكله هذا ياكله غير قليل ما ياكلهش كيما هاك و70000 دوك قبل رمضان سيزو 15 مليار تاع بانان وين راهي رايحه ودوك من يبيعها 70000 ومن بعد داروا حمله فيسبوك بلي غادي يكحل يكحل عندي انا ما نجيبهاش كيما هاك يكحل عند مولاي. انا الشعب الجزائري مادام حاجه تغلى مادام نديروا عند تولي عندنا البريستيج كي نشريها تولي هذا البانان الناس راهي دوك راهي تفتخر به كي يشريه كانت نبيعها 25000 30000 الناس تبهدل عليا في الشريه وفي البيع دوك انا كي نبيعو 75 والله لين يخدم كراتين اكثر من اللي كنت نخدم كراتين الناس تبغي تشري الغالي هادو والفوا الشعب هذا والف حاجه غاليه دوك ولا ماشي ياكل باش يشبع ولا حاجه تفيده ولا يفريمي بها يسوخ الحوت 400000 يروح يشريه المقري الغلميه 200000 يروح يشريه تما ما تقدرش تقاطع كلش تما انت راك ميت بس عايش هذه البلاد كيما هكا غادي نوزنوا هذه وشوفوا شحال فيها فيها 167000 فيها 2 كيلو 300 قريب بانا راه غالي وشريت على حساب ما نقدر راه غالب وشريتها لولد بنتي راه غالب علينا والبانا راه غالي ماذا بيكم تنقصونا خاطرش حنا غير قلالين مساكين كاين مساكين اللي ما يقدروش باي يشرو.